اهلا وسهلا غزاله ديالي، كيعاملني لاباس عليكم؟ احوال طيبه، نتمنى كل شيء يكون على خير وبخير، تمام الصحه. كما كنقول لكم دائما فيديو جديد واسبوع جديد، نبداو على بركه الله. شنو جاب لي لهذا الاسبوع هذا؟ ونبداو، بغيت التشجيعات ديالكم بلي لايك، واللي باقي ما يشارك في القناه يشارك باش دائما يوصلوا الجديد. ونبداو نقولوا بسم الله. واول حاجه نبداو بها هي هاد القرعه ديال الماء اللي حاطين هنايا ديال سبور، اللي صراحه تنفع بزاف الناس، لان فيها الماغنيت، فيها الهند باش كتلصق فيها الحاجه، اولا كتلصقها هي في شي بلاصه اللي هي ديال الحديد. مثلا تكون كتلعب رياضه في شي ماكينه ولا شي حاجه وما عندكش فين تحط القرعه ديال الماء، ممكن انك يعني غير تحطها هكا على الحديده كتلصق، وزائد كتقدر تلصق فيها التليفون، يعني تتمنيت ممكن انك ما تجبرش فين تحط التليفون، وممكن انك تلصقه في القرعه ديال الماء وتلصق القرعه ديال الماء في الماكينه مثلا. يعني عندها ممكن انك تستعملها بزاف ديال الحاجات بحال هكا، يعني الحاجات بحال هكا كينفعوا بزاف. بالنسبه للالوان اللي فيها، كاينه فيها هاد التصريرق هذا، فيها هاد الحمامر، وفيها الكحل، والثمن ديالها هو 6.99. وهنا حاطين هاد الصوفاج هذا اللي خاص بالناس اللي يعني كيكون عندهم شي اجل البروده في الدات ديالهم، اولا عندهم الحريق في شي بلاصه يعني خصهم يسخنوها، ولا كي الدات ديالهم كتسخن كتبرد لهم بزاف خصهم تدفالهم اكثر. هاد الماشين هادي، او نقولوا حنا منيطة الكتريك صغيره بحال هكا، يعني براكتيك بالنسبه للناس اللي ممكن انهم يكونوا محتاجينها. بالنسبه لهادي كما عاملين هنايا، عندها بلاتي نشوف لكم شنو كاتبين عليها. المهم عندها الطاب ديالها ديال النوامر اللي باش درجه السخونيه ديالها هي 6 ديال الدرجات، بالنسبه للسخونيه كتريقل على 90 دقيقه. وكما كتلاحظوا هنايا رطيبه. بالنسبه للالوان كاينه هاد الكري وكاينه الكرونه اللي وريتكم، والثمن ديالها هو 17.99. بالنسبه للغارونتي ديالها 3 سنين، لا مارك سانيتاس ديال المانيا، وصافي. وحاطين هادي اللي نقول لكم انا، هاد الكاخه هادي بالنسبه للماتريال ديالها هنايا راهي غير ميكا، ومن هنا د البامبو كما كتلاحظوها يعني د اللوح. بالنسبه لهادي على حسب ما عاملين هما هنايا ديال التواليطات اعزكم الله، يعني كتعمل فيها الحاجات اللي نتوما بغيتو هنايا، وديك الشيء ممكن انك تستعملوها لعده استعمالات، ماشي ضروري غير التواليط حاشاكم. والثمن ديالها هو 3.99 بالنسبه لهادي. وكاينه عندها هادي اللي كان شيته ديال الطاسه حاشاكم، اللي كنستعملوها باش كننقيو بها وديك الشيء، فهي نفس الثمن 3.99، نفس الماتريال، ميكا من هنا ولوح من هنا ديال البامبو. بالنسبه لهادي اللي حاطين راه هي البين ديال التواليطات حاشاكم، اولا تحت البيروات ولا دريسينغ ميك اب بالنسبه للنساء وديك الشيء، حاطين هاد النوع هذا اللي هو حتى هو ميكا، الميكا ديالو تسحى شي شويه كما كتلاحظوا هنايا، ومات اللوين ديالها، وبيضه كما كتلاحظوا سامبل، كتجي عند الغطايه هيدا وكتغطى بها وكتسيب فيها الحاجه بهذه الطريقه هذه كتفتح وكتشد. بالنسبه لهذه الثمن ديالها هو 2.99 وكتهز حتى 6 ديال اللترو. وبالنسبه لهاد كلاسيك باسكت ديال الحوايج اللي كنصبنو، حاطين هاد اللوين هذا اللي هو كما كتلاحظوه في الزريرق، وحاطين الكحل. بالنسبه لهادو الثمن ديالهم هو 3.99. وهنا حاطين هاد السيت ديال الشاور ديال الدوش كما كتلاحظوها هكا كتمشي. هاد البياسه هذه اللي كنحتاجوها بالنسبه للدوش، فيها جوج ديال البياسات كما كتشوفوا هنايا، عندها لي بوطون باش كتشعل البياسه الاولى اولا البياسه الثانيه، عندها هنايا كل توبو يعني كيدوز على حسب اين هي اللي غتشعل الاولى ولا الثانيه. بالنسبه لهنايا كما كتلاحظوا عندها هاد البلاصه هذه ديال السيليكون، البلاصه اللي كتخرج منها الماء ديال السيليكون. بالنسبه للماتريال ديالها عاملين ضد ديك الكالكير ديال الماء، وصافي هادشي ما كاين. بالنسبه للسنتيمتر اللي فيها متر ونص، يعني 150 سنتيمتر، والثانيه هذه اللي هنايا فيها 80 سنتيمتر كما كتشوفوا هنايا، يعني هذه
اسمحوا لي. المهم هذه هنايا عند السلك، عند هاد الحديده ديالها فيها متر ونص، وهذه عند هاد السلك هذا ديالها فيه 80 سنتيمتر. بالنسبه للثمن ديال هادو هو 29.99 البوند. وهاد الراس ديال الدوش اللي كتشوفوا هنايا اللي هو كما كاتبين عليه ليد كيخرج الضوء في هاد البياسه هذه كما كتشوفوها هنايا. بالنسبه اللي كاينين كاينه هاد النوع هذا وكاينه هاد النوع هذا، يعني كما كتلاحظوا كاين الفرق بين هذا وبين هذا، والالوان كيخرجوا هاد الالوان هادو. بالنسبه لهذا كيخرج ثلاثه الالوان كما كتشوفوا هنايا، كاين الزرق كاين الخضر وكاين الاحمر، يعني كيبقى يتبدل اللون على حسب الماء اللي انت واش سخون بارد دافي. وكاينه هذه اللي فيها هنايا كما كتلاحظوا سته ديال الالوان، يعني هذه ثلاثه الالوان وهذه سته الالوان على حسب الالوان اللي كاينين، كل واحد والديغرادي ديالو، الزرق الديغرادي ديالو، الخضر كذلك الديغرادي ديالو، وهنا الغوز الديغرادي ديالو ماشي الموف. بالنسبه لهذا فيه 124 على 225 على 65 سنتيمتر. الثمن ديالهم هو 9.99، ثمن صراحه مناسب لان اونلاين كيتباعوا شويه زايدين. وبالنسبه لهاد البياسه ديال الدوش اللي كتلاحظوا هنايا اللي كتشوفوها ديال الحديد، بالنسبه لهذه فيها 3 ديال البياس اللي ممكن انك تستعملهم كاسيت باش كتحط فيهم هكا الحاجه، شامبو صابون وديكشي اللي كنستعملوا في الدوش ديالنا. عندها هنايا الحديده ديالها اللي هي الطول ديالها هو مترو 23 على 2.60 متر كما كتشوفوا هنايا. عند البياسه ديالها فيها من هنايا سيليكون باش كتشبر في الحيط كما كتشوفوها هنايا مزيان، وكتهوز حتى ل 3 ديال الكيلو. بالنسبه لهذه انا شخصيا شريتها وتصدات لي ورميتها، يعني كضيع فيها فلوسك. بالنسبه لي انا يعني البلاصه اللي فيها الماء ما تستعملش فيها نهائيا الحديد لان دغيا كيصدي. انا ديجا شريتها واستعملتها، يعني دوزت واحد المده قليله ودغيا تصدات وسيبتها. المهم كنصيحه مني، الثمن ديالها هو 19.99. وهنا على حسب ما حاطين الباطات اللي هما يونيسكس بالنسبه للمراه والراجل بحال يعني ممكن تلبسهم المراه كممكن يلبسهم الراجل، يعني نفس الباطات لهذا ولهذا. بالنسبه لهادو كما كتلاحظوا عندهم لي بانتوف ديالهم اللي كيمشيو بنفس الماتريال ديال الباطات، ورطيبين ومن التحت ديالهم فيهم بحال تقشرات على هذا الشكل هذا، يعني ممكن انك تلبسهم في الصوفا وتبقى بيهم ولا شي حاجه. كاينه فيها هاد اللوين وكاينه فيها هاد الكري، يعني بجوج بهم كري مفتوح وكري مغلوق كما كتلاحظوها هنايا في التصويره كتجي على هاد الشكل هذا. والسامبل يعني السامبل عاديه وتا هي فيها لي بانطوف ديالها على هاد الشكل. بالنسبه لهادو كيبدا لي طاي ديالهم من اس حتى الاكس ال، والثمن ديالهم هو 14.99. حاطين حتى الميزان ديال الانسان اللي كنت وزنو به، ولكن هذا الميزان شي شويه متطور بالنسبه لهذا الميزان هذا. كما كتشوفوا السميه ديالو ميديسانا، يعني ديال الميديكامون او الميديكا، يعني الميديك اللي يعني كيعطيك واحد خاص فيه خصائص مهمه. بالنسبه للخصائص ديالو هي انه كيتكونيكطا مع التليفون مع الطابلت ومع البيسي، كيتكونيكطا حتى العدد ديال 8 ديال الناس في دقه، يعني كياخذ الميموري ديال 8 ديال الناس. بالنسبه لهذا يعني منين كتكونيكتيه بالتليفون كيعطيوك الاسئله على حسب الطول ديالك على حسب السن ديالك على حسب كل شيء، وهو كيكونتروليك على حسب الوزن اللي خصو يكون فيك، يعني هو كيعطيك الوزن المثالي ديالك اللي خصو يكون فيك باش انت لا بغيتي تعمل الريجيم او لا بغيتي تزيد الوزن ديالك. كاين الناس اللي ضعف بزاف، كاين الناس اللي غلط بزاف، كاين الناس اللي مقادين، يعني كيبقى الانسان كيرد باله راسو بالميزان. بالنسبه لهذا كيتكونيكتا بالبلوتوث وعنده 3 سنين ديال غارونتي، والثمن ديالو صراحه مناسب هو 19.99. كيتباعوا بلايص اخرين زايدين شي شويه. وهنا حاطين هاد اللامب هادي اللي جات بهاد الديزاين كما كتلاحظوها هنايا، كتجي على هاد الشكل هذا بحال اون تابلت. بالنسبه لهادي اللي حاطين هنايا
على حسب ما كتبين عليها بانك تعطي الضوء طبيعي بالنسبه للايام اللي كيكون فيهم الضوء مغلوق في الدار او لا في الايام اللي كيكون فيها يعني الجو مغمم كتخلي لك يعني الضوء في الدار كضوء طبيعي. بالنسبه لهذه كما كتلاحظوا هنايا عندها الضوء هادئ ماشي ديك الضوء المجهد بزاف. وهنا عند البلاصه فين كتحطها يعني اما كتحطها مجنبه نعسة او لا واقفه عندها هنايا الرجل ديالها باش تقدر تحطها بها كما كتلاحظوا هنا اما بهذه الطريقه هذه اما بهذه الطريقه هذه. بالنسبه لهاد اللامب هذه عندها 3 سنين الكارونتي ديالها و 17.99. وبالنسبه لهذه ديال المساج اللي كتشوفوا هنايا كتعمل المساج بالنسبه لاي بلاصه ممكن انك تستعملها ليلى لانك تمشي كبياسه صغيره هكا ممكن تعملها رجلك لظهرك لعنقك لكرشك لاي بلاصه كتكون عندها هنايا جوج ديال البياسات اللي كيسيركيوليو بهذه الطريقه او كيتقلبوا بالطريقه الاخرى يعني كيعملوا المساج بجوج ديال الطرق. عندها هنايا لي بوطون اللي كتستعملهم باش كتعمل لك المساج بطريقه اللي قلت لكم هنايا يعني كتدور. وهنايا عندها اربعه ديال الطرق ديال المساج ممكن يكون مجهد خفيف متوسط وبطريقه ديال الدوره ديالو. وزائد استغفر الله سمحوا لي زائد عندها ممكن انك تستعملها بسخونيه يعني مي كتشعل لك الضوء احمر كتكون دافيه او لا تستعملها بلا ضوء احمر كتكون عاديه بلا سخونيه. بالنسبه للايام ديال الصهد يعني ممكن ان الانسان يستعملها بلا سخونيه. بالنسبه لهاد الماكينه هذه الثمن ديالها هو 29.99 كارونتي ديالها حتى هي 3 سنين. وبالنسبه لهاد اندر بلانكيت اللي كتكون في الكامه كنفرشوها فوق الكامه حتى هي الكتريك كتسخن كتدفى يعني كتفرشها وكتشعلها وكتنعس على هاد البلانكيت هادي كتدفى بها يعني واحد الحاجه اللي هي مزيونه في هاد الوقيتات البريده. بالنسبه لهادي فيها كتمشي للكامه ديال متر 50 على 80 وعندها هنايا هاد البياسه هادي اللي كتمشي حتى لرقم 6 كتشعل حتى ل 60 ديال الواط كتصبن في الواش ماشين في الماكينه الصابون عادي وصافي يعني كتنفس باش ما كتخنق لك الشدات ديالك. وكما قلت لكم هنايا بالنسبه للعدد ديال السخونيه انت كتريقلو بالطريقه اللي بغيتي يعني من بارد لدافي. بالنسبه للثمن ديال هذه هو 22.99 وتا هي بالكارونتي ديالها 3 سنين. وحتى هذه بالنسبه للظهر العنق كما كتشوفوا هنايا حتى هي نفس السيستم حتى هي كتكون كتسخن حتى هي باش كتسخن لك ظهرك ولا عنقك ولا تكرشك ممكن تستعملها القدام كما ممكن تستعملها اللور عادي. بالنسبه لهذه حتى هي كتصبن حتى هي عند البياسه ديالها اللي كتريقل بها سخونيه حتى الرقم 6 والثمن ديال هذه حتى هي 17.99 عندها الكارونتي ديالها 3 سنين وماركه سانيتاس حتى هي ماركه المانيه. بالنسبه لهاد الباند اللي ديال الظهر كما كتشوفوا هنايا راه هي مهمه بزاف بزاف الناس اللي كيستعملوها لان بزاف بزاف الناس اللي عندهم حرق ديال الظهر. بالنسبه لهذه كما كتلاحظوا هنايا كتستعمل النص ديالك كامل كتشبر لك الظهر مع الكرش وعندها من هنايا هاد البلاصه هادي اللي كتزيرها كما بغيتي يعني ممكن انك تزيرها وممكن انك ترخفها باش كتزير لك لي ميسكل ديالك اولا البلاصه فين عندك الحريق وكتحيد لك شي شويه الحريق. زائد عندها هاد البياسه هادي اللي كتزيدها باش كاين الناس اللي زايدين شويه في الوزن باش كتزيد لك يعني البلاصه اكثر. بالنسبه لهادي كتشبر لك النص ديال 80 حتى ل 98 سنتيمتر يعني كتجبد. وبالنسبه للطايره كاينين فيها من ام ال ال وكاينه فيها من ال اكس اكس ال يعني لي طاي مناسبين. بالنسبه لهادي فيها الثمن ديالها هو 9.99 وحتى هي راه بالكارونتي ديالها 3 سنين. وكاينه حتى هذه ديال الركبه اللي كتشوفوا هنايا حتى هي مهمه لان حتى الركبه عندها واحد كاينه واحد النسبه مهمه اللي كتحرقهم الركبه من بينهم حتى انا. بالنسبه لهذه كما كتلاحظوا هنايا حتى هي كتزير على الركبه باش كتحيد منا الحريق وباش نفس الوقت كتجمع البلاصه اللي عندك فيها الوجع باش بحال كان عندك شي بلاصه يعني شي عضو مخصوم يتجمعوا شي حاجه هكاك كتجمعها لك يعني حتى هذه
هادو كاملين طبيين. بالنسبه لهذه الثمن ديالها 6.99، وكيبداو لي طاي ديالها من اس حتى الاكس ال. وبالنسبه لهاد لا ماشين هادي حتى هي عند الكتريك كما كتلاحظوا، عندها هنايا مود كنترول ديالها. بالنسبه لهادي كتمشي لها حسب الرجل التحتانيه كما كتلاحظوا هنا في الصوره، راه كلشي واضح. هادي كتعمل لك ماساج يعني الكتريك كما كتشوفوا هنا، كتعمل لك بحال واحد الفيبراسيون بالنسبه للرجل. الناس اللي كتحرقهم، كاين اللي عنده رجله ملويه، كاين اللي عنده رجله كتحرقو من التحت، كاينه بزاف الحاجات يعني كتسيركولي لك الدم في رجلك. نفس الوقت يعني بالنسبه للناس اللي كتحرقهم رجلهم وديك الشيء كيستعملوها. بالنسبه لهذه كاينه، وكاينه ديال هنايا كما كتشوفوا ديال الكتاف حتى الكتاف، راه هو هادو كاملين اللي حاطين كاملين بهم عندهم هنايا يعني الناس معينه فيهم هذا الحريق. كاينين بزاف كنسمع الناس اللي فيهم هذا الحريق هذا. بالنسبه لهذه كما كتلاحظوا هنا ديال الكتف حتى هي نفس الاستعمال، حتى هي الكتريك بالماندو ديالها، حتى هي بزائد وناقص يعني كتعلي وتنقص الفيبراسيون اللي كتعمل. وحتى هي كتشبر لك كما كتشوفوا الكتف بهذه الطريقه هذه كما عاملين هنايا، كما كتشوفوها هنايا. وكاينه حتى ديال هنايا هاد البلاصه هذه ديال الحك اليد، ما عرفتش شنو نقول له. حتى هي نفس السيستم وصافي. بالنسبه لهادو الثمن ديالهم هو 24.99، ولا مارك ديال المانيا سانيتاس. وبالنسبه لهاد لا ماشين هادي ديال المساج اللي كتستعملها المساج ديال العنق اولا ديال الظهر اولا ديال الكرش اولا ديال الرجل اولا ديال النص اولا ديال اي حاجه، حتى هي نفس السيستم ديال اللي وريتكم. عندها هنايا واحد البياسات اللي كيدورو، كيمشيو جوج ديال البياسات حتى هي. نوريكم هنايا السيستم ديالها كيفاش كيكون، يعني عندها هنايا الدوران ديالها كيمشي حتى لاربعه ديال السيستم، يعني كدور على حسب القدام ولا اللور ولا كتمشي نيشان. المهم عندها اربعه ديال السيستم ديال الضو ديالها، عندها هنا الفيبراسيون وزائد سخونه، وعندها السلك ديالها في 2.80 متر، وفيها الواط ديالها 12 واط ماشي بزاف، والكارونتي ديالها 3 سنين. بالنسبه لهذه كما كتلاحظوا هنايا كتستعمل لعده استعمالات بالنسبه للناس اللي كيحرقهم شي بلاصه في الدات ديالهم وكيبغيو يماصيو بها، ما عندوش شكون يماصي لهم، كيستعملوا هاد لي ماشين هادو. بالنسبه لهذه الثمن ديالها هو 27.99، والكارونتي ديالها حتى هي كما قلنا 3 سنين. وبالنسبه لهاد الباند هادو راه كاينين حتى ديال الكتف كما شفتوا هنايا، حتى هي مهمه انها تكون في الدار بالنسبه للناس اللي كيحرقوا بلايص بحال هادو في الدات ديالهم. حتى هي نفس السيستم ديال الاخرين، وحتى هي فيها العبار ديالها من اس حتى ال، هذه ما فيهاش بزاف العبار يعني من اس لام ال، والثمن ديالها هو 9.99. وبالنسبه لهذا الماتريال ديال سبور، حاطين هاد الرويضه هادي اللي كتعمل بها سبور، زائد هاد البلاصه هادي هاد الطابيه ديالها اللي فيها 29.19 على 1.2 سنتيمتر، وهاد الرويضه هادي فيها كتمشي ب 18 سنتيمتر الدائره ديالها. بالنسبه لهادي الثمن ديالها 3.99، وحاطين هاد البانتس هادو اللي كتستعملهم بالنسبه للسبور باش كتبغي تجمع شي بلاصه معينه في الدات ديالك، مثلا النص، مثلا الكتاف، مثلا الصدر، اولا اي بلاصه ممكن انك تجمعها، يعني ضروري انك تستعمل هادو اللي هنايا. هاد الباك كيمشي فيه ثلاثه الالوان، كل لون خاص بلاصه معينه، يعني كما عاملين هنايا كما كتشوفوا اللي عملاهم هاد المانكا اللي هنايا، والثمن ديالها حتى هي 3.99. وهذه معطر الجو ديال الدار اللي كيمشي ليد كما كتلاحظوا، كيمشي بالالوان يعني كيعطي هاد الالوان كاملين في هاد لا ماشين هادي. بالنسبه لهاد لا ماشين هادي كما كتشوفوا هنايا كتخدم كتريقل على 27 ساعه على حسب الضوء اللي كتخرج هنايا، كيخرج هنايا على حسب النهار، يعني كل ساعه شمن ضوء كيعمل فيها. بالنسبه للضوء ديالها هادئ ماشي الضوء مجهد، كتشبر 300 مليلتر ديال الماء زائد الليكيد اللي كتعمل داخل فيها، زيت الاسنس اللي كتعمل داخل فيها باش كتعطر لك الجو. السلك ديالها فيه 2 متر و3 سنين ديال الكارونتي. عندها هنايا لي بوطون
هادي باش كتخرج لك الهواء الفابور ديال النس اللي كتنسم لك الجو وهادي ديال السوايع باش كتريق لها الساعه من ساعه 3 السوايع حتى 6 السوايع عند الثيمه اللي بغيتي. وهادي ديال الضوء اللي كتعطيك الضوء الهادئ باش ديال الليل زعما. وهادي باش كطفي بها وتشعل بها. بالنسبه لهاد لا ماشين هادي الثمن ديالها هو 14.99 وعندها الكارونتي ديالها 3 سنين. وهنا حاطين التلفازه ديال توشيبا ولكن حاطين غير الكاخة بحال هكا وقال لك زعما الا بغيتيها راه كاينه في ستوك. بالنسبه لهاد الكاخة لهاد التلفازه هادي ديال توشيبا ديال 43 سنتيم ديال 43 وفيها 108 سنتيمتر كتكونيكطا مع الواي فاي كما كتشوفوا هنايا. ممكن كتهز نتفليكس برايم فيديوز سمارت تي في يوتيوب يعني هذاك الشيء كامل يعني متطوره ديال 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 هذا الوقت هذا. بالنسبه لهاد التلفازه هذه الثمن ديالها مناقصين له 199 باوند 179 يعني مناقصين له 10%. وحاطين حتى لي مول ديال الكيك دجاج كما كتلاحظوا اللي كيجيو طوالين على هذا الشكل هذا. ممكن تعملوا من الكيك تعملوا من الشلاضه تعملوا من اي حاجه مثلا شلاضه دراوز تعملوا في الثلاجه يبردوا. كتهز البروده وكتهز السخونيه كما كتشوفوا. ماد ان فرانس لا مارك ديال فرنسا والثمن 3.99. حاطين حتى هاد الفريرن اللي كما كتشوفوا هنايا ديال 10 لتر دايرين توستر اوفن يعني كيسخن اولا كي نقدروا نقولوا حنايا كيسخن وممكن انه واقيلا حتى كيحمر. بالنسبه لهاد الفريرن هذا عنده هنايا البلاصه درجه الحراره ديالو كتريقل ببوطون زائد البلاصه اللي كتريقل بها الساعه اللي كتستعملوا فيها يعني ممكن تستعملوا 10 دقائق 20 دقيقه وانت ماشي حتى 60 ديال الدقيقه. بالنسبه لهذا الفرير راه هو غير صغير كما قلت لكم راه ديال 10 لتر وعنده الكارونتي 3 سنين مناقصين له حاليا 20% من بعد ما كان ب 50 باوند ولا ب 40 ديال باوند. وإلى هنا نكونوا سالينا الفيديو مع بعضياتنا. كنتمنى الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم. كنتمنىكم تكونوا استفدتم شي حاجة عجبتكم وتجيو ديوها من ليدل. كنتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم تساعدوني وتشاركوا في القناة. واللي عجبو الفيديو يعمل لي لايك. اللي ما عجبوش ماشي مشكل وخا يعمل لي ديزلايك. التعليق ديالكم كيفرحوني. كنبغيكم بزاف. إلى فيديو قادم إن شاء الله. باي باي عليكم.